الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني عمرو وادي أن أكون معكم في اللقاء السادس من مادة القانون الجنائي مع التعمق لأستاذنا الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي الدليل الجنائي الإلكتروني دراسة مقارنة. والنهاردة يعني قبل ما نبتدي لقاء اليوم أعمل بس مقدمة سريعة كده عن النظام الإجرائي في أمريكا. وزي ما احنا شايفين كده ان سير الاجراءات في مرحله ما قبل المحاكمه في النظام المقارن الامريكي في مرحله ما قبل المحاكمه بتبقى عندنا سلطه التحقيق الابتدائي هي هيئه الشرطه ممثله في رجال الشرطه وضباط الشرطه. طبعا هم اللي بيقوموا طبعا في بالتحقيق في الجنايات زي ما احنا عارفين، وسلطه الاتهام ممثله في الادعاء العام او المدعي العام طبعا، وده بيبقى ممثل في المحكمه على اساس الرقابه على الدليل وتمثيل سلطه الاتهام امام المحكمه الجنائيه. وزي ما احنا عارفين ان المدعي العام بيملك سلطه الاتهام فقط، تمام، وفي نفس الوقت الرقابة على الدليل وتمثيل سلطة الاتهام أمام المحكمة الجنائية. ولكن بقى الإجراءات الماسة بالحرية لابد أن يتم الرقابة عليها من قاضي زي ما احنا قلنا، ولابد أن يصدر الأمر بالتفتيش أو الأمر بالتحفظ بناء على أمر من القضاء، تمام. والنهاردة هنتكلم عن تتبع مكان الهاتف المحمول وأمام القضاء الأمريكي، ولكن برضو زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الباب الثالث دي ينقسم الى التفتيش والبحث عن البيانات، واتكلمنا عن تفتيش الأجهزة المحمولة كأصل القبض وجواز تفتيش الأجهزة الرقمية كأصل القبض من وجهة نظر القانون المصري، واتكلمنا عن وجهة نظر القانون الأمريكي والألماني، وقلنا المبدأ المستقر عدم جواز تفتيش الأجهزة المحمولة كأصل القبض، واتكلمنا بقى عن تتبع اماكن الاجهزه الالكترونيه في القضاء الامريكي اللي هي موضوع اللقاء اليوم، وهنتكلم برضو عن تتبع الاجهزه الرقميه في القانون الامريكي. وهنبدا بقى بتتبع مكان الهاتف المحمول امام القضاء الامريكي. ولكن بقى يعني قبل ما نبدا برضو كان في عندنا قاعده اصوليه مستقره في القانون الامريكي للاجراءات الجنائيه والنظام الاجرائي الامريكي، كانت تقرر استبعاد الادله المتحصله بطرق غير مشروعه بناء على ان التحصل على تلك الادله بطريق غير مشروع او غير قانوني لمختلف الادله المقدمه من سلطه الاتهام زي ما احنا قلنا، وفي مواجهه المشتبه به اللي هو الجاني او المتهم عبر مراحل الدعوه الجنائيه، على اساس ان جهه الاتهام زي ما احنا قلنا هي جهه الشرطه، تمام، وقلنا ان سلطه الاتهام هي الادعاء العام او المدعي العام. وهنبدا نتكلم بقى عن تتبع مكان الهاتف المحمول امام القضاء الامريكي. وكان في عندنا قضيه مشهوره جدا في القضاء الامريكي، ويعني كانت ملخص القضيه بصفه عامه يعني ان رجال الشرطه الاتحاديه قاموا بالقبض على 4 من الرجال كان مشتبه فيهم طبعا بقيامهم بسرقه بعض محلات الكمبيوتر في احدى الولايات الامريكيه، واعترف احد المتهمين على بعض افراد العصابه يعني لانهم كانوا بيمثلوا تشكيل عصابي، وكان زعيم العصابه اللي هو كاربينتر دوت اللي هنتكلم عنه النهارده، وحددوا اسماء المتهمين في واتهمهم في بعض السرقات طبعا في بعض الولايات وولايات اخرى طبعا بسرقه 9 محلات كان خلال الاربع شهور السابقه على قبض على احد المتهمين او المشتبه فيهم يعني. وكان احد المتهمين اعترف على باقي افراد العصابه، وقامت الشرطه بمراجعه سجلات الهاتف للمتهم اللي هو تم الاعتراف على باقي افراد العصابه يعني عشان يتعرفوا على باقي ارقام افراد العصابه الاخرين يعني. وكان قام بالاتصال في الوقت دوت ببعض افراد العصابه، وكانت بعض الجرائم كانت متوفره في الوقت دوت نظرا لتعاصرها مع اعتراف المتهم، وبناء عليه تم طلب الحصول على سجلات الهواتف، وبناء على اعتراف المتهم دوت الادعاء العام في امريكا تقدم بطلب للمحكمه، وتم بالفعل الحصول على امر بالحصول على سجلات الهواتف المحموله للمشتبه فيهم طبعا. كان في الوقت دوت كان قانون الاتصالات المخزنه كان بيجيز الحصول على تلك المعلومات على اساس قانون الاتصالات المخزنه،
اللي اتعدل في سنة 94، وكان من ضمن الهواتف طبعا تيموسي كاربنتر اللي هو الشهير بكاربنتر. وزي ما احنا عارفين ان سلطة التحقيق والاتهام يجب ان هي تلتزم شركات الاتصالات في الوقت دوت بكشف عن بعض السجلات الاتصالات زي القانون 175 سنة 2018 اللي ألزم شركات الاتصالات بالكشف عن السجلات وحفظ السجلات لمدة 180 يوم. تمام؟ كان بينص قانون الاتصالات دوت في الوقت دوت هو قانون الاتصالات المخزنة، إذا كانت تقدم وقائع محددة ومكتوبة تبين أن هناك أسبابا معقولة تبعث على الاعتقاد بأن هذه السجلات المطلوبة لها تتصل وبشكل لازم بتحقيق جنائي جاري يعني. وطبعا بناء على الامر الصادر من المدعي العام للمحكمه تم اصدار الاوامر بالحصول على سجلات الهواتف المحموله من شركات الاتصالات. وبالفعل طبعا قام القضاء الفدرالي اصدر امرين في الفتره دي الى النقل اللاسلكي في المنطقه الجغرافيه اللي فيها ابراج الهواتف المحموله للاشخاص المتهم بهم طبعا للكشف عن المعلومات عن المكالمات اللي تم اجراها المتهمين ومكان اجراها وتاريخها ومدتها وبدئها ونهايتها. لابد ان هو ينص على الامر الصادر على تلك المعلومات بالكشف عن المعلومات وارسال واستقبال المكالمات ومكان اجراءها وتاريخها وساعتها ومدتها من حيث بدئها وانتهائها يعني. وقامت بقى شركه النقل اللاسلكيه باستخراج المعلومات دي بالفعل وقدمتها لجهه التحقيق اللي هي الشرطه زي ما احنا عارفين. من خلال البيانات دي بقى سلطه التحقيق والاتهام تمكنت من الحصول بقى على يعني حوالي 13,000 نقطه بيانات عن المواقع اللي مر خلالها المتهمين دوت وكانوا متواجدين في الفتره ديت او حوالين نقاط البيانات ديت اللي صادره عن شركات الاتصالات يعني. وجهه التحقيق اللي هي الشرطه وضعت البيانات دي او نقاط البيانات دي في جداول مفهرسه بحسب تاريخها وساعتها ومدتها ومكانها، وكانت لاكثر من 127 يوم بيراقبوا من التحركات الخاصه بالمتهمين، وكانت بتصل ل 101 نقطه بيانات يعني في اليوم الواحد. وطبعا كان ظاهر لجهه التحقيق ان المتهم كاربنتر اللي هو زعيم العصابه يعني كان موجود في مكان وقائع السرقه بالفعل اللي ارتكبت في المحلات سلسله المحلات ديت، وكان على اتصال بباقي افراد العصابه يعني. وكان دفاع المتهم في القضيه ديت طبعا يعني على اثر المعلومات اللي تحصل عليها هيئه الشرطه في الوقت دوت انها كشفت عن سجل المواقع المكانيه اللي قام بارتيادها المتهم كاربنتر طبعا. والادعاء العام كان وجه تهمه السرقه طبعا وحمل سلاح ناري وارتكاب جرائم العنف الفدراليه، ودي طبعا تعتبر من الجرائم من الجنايات زي ما احنا عارفين على اساس طبعا ان دي تعتبر من جرائم التلبس. تمام؟ وطلب المتهم بقى قبل المحاكمه استبعاد البيانات زي ما احنا قلنا المتحصله عليها من مواقع الهاتف المحمول الخاص بها، دي طبعا وفقا للقاعده الاصوليه المستقره في القضاء الامريكي طبعا. وكان دفاع المتهم طبعا بيستند الى استبعاد البيانات المتحصله من مواقع الهاتف المحمول. ولكن برضو على اساس ان سلطه الشرطه طبعا هناك اللي هي جهه الشرطه خلفت التعديل الرابع وضبطت السجلات على اساس ان هو لابد من الحصول على مذكره تفتيش معززه لضابط السبب المحتمل زي ما احنا قلنا اللي هي نظريه السبب المحتمل في القضاء الامريكي، وده كان بيخالف نص الدستور. تمام؟ وهنشوف بقى الادله بقى اللي ظهرت اثناء المحاكمه. بقى ظهر بقى اثناء المحاكمه طبعا بعض افادات من سبعه من المتهمين اللي هو كانوا مساهمين في الجريمه ان زعيم العصابه المتهم كاربنتر دوت على اساسه اللي قتل احد ضباط المباحث الفدراليه بشهادته ويعني وادلى براي فني طبعا ان الهاتف المحمول كان يقوم بالاتصال المستمر بالشبكه اللاسلكيه وخلال بقى خاتم التاريخ طبعا زي ما احنا عارفين بيقدر يحدد الوقت والساعه لبرج الهاتف والقطاع الجغرافي اللي تم في تغطيه البرج من شركه الاتصالات. تمام؟ واستنادا للمعلومات اللي ادلى بها ضابط الواقع طبعا كان قدم برضه بعض الخرائط اللي بتوضح مكان وجود الهاتف المتهم كاربنتر، كان بالقرب من اربع اماكن وقعت السرقات فيها بالفعل يعني اللي هو مشتبه في ارتكابها المتهم كاربنتر وباقي افراد العصابه يعني.
وطبعا صوت الاتهام كانت سجلات الاماكن دي كانت موجوده تحت ايديها، وكانت قدمت الدلائل ديت السجلات دي على اساس انها ادله اثبات في التهمه ضد المتهم زعيم عصابه كاربنتر يعني. وطبعا دلت الدلائل والسجلات ديت ان المتهم كان موجود مباشره في مكان وقوع الجرائم اللي تمت، وفي الوقت اللي المحدد عن طريق تلك السجلات اللي هي من خلال الابراج والخاصه بشركات الاتصالات. تمام؟ وزي ما احنا شفنا ان المتهم كان تمسك بدفعه السابق اللي هو استبعاد البيانات من ادله الدعوه على اساس ان التحفظ على السجلات ديت بدون الحصول على مذكره معززه بوجود السبب المحتمل اللي نص عليه الدستور الامريكي. وكان وجهه نظر محكمه الموضوع بقى لمحكمه المقاطعه ان دفاع كاربنتر طبعا ان كان من حق سلطه التحقيق والاتهام زي ما احنا عارفين اللي هي ضباط الشرطه او جهه التحقيق اللي هي جهه الشرطه زي ما احنا قلنا، استخدمت السجلات دي في المحاكمه طبعا على اساس ان الهاتف الخاص بالمتهم كان بالقرب من الاماكن اللي هي وقعت فيها السرقه اللي هي جرائم السطو المسلح دي زي ما احنا قلنا، ودي جرائم من الجنايات اللي هي جرائم التلبس اللي اصلا ما يشترطش فيها الحصول على امر قضائي. تمام؟ ولكن طبعا هم كانوا بدفاع المتهم بيتمسك باستبعاد الدلاله المتحصل على اساس ان جرائم السطو المسلح لابد من الحصول على امر من القضاء اللي بيعتبر تفتيش للمكان اللي هو موجود فيه اللي وقعت فيه الجريمه يعني او مصلح احداث الجريمه. ومحكمه الاستئناف ايدت الحكم محكمه اول درجه، واستندت محكمه الاستئناف في قضائها ان دفاع المتهم يفتقر الى توقع معقول خاص بمساس المعلومات اللي هي متعلقه بمكان تواجده واللي قامت بجمعها الشرطه بحقه في الخصوصيه يعني. واسست المحكمه حجتها على اساس ان المتهم كاربنتر كان شارك في المعلومات دي مع شركه النقل الاشاره اللاسلكيه زي ما احنا قلنا اللي هي شركه الاتصالات، وعلى اساس ان اللي بيستخدموا الهواتف المحموله بيقدموا المعلومات دي طوعيه ويقوموا بارسال البيانات دي عن اماكن تواجدهم الى شركات الاتصالات زي ما احنا قلنا عن طريق الهاتف المحمول، بيصدر اشارات للابراج اللي هي الخاصه بشركات الاتصالات وللتعرف على الشبكات الخاصه بالشركه دي، وبناء عليه كانوا بيعتبروها وسيله لانشاء الاتصال. وبالفعل المحكمه هنا خلص لان استخلاص السجلات الالكترونيه اللي بحوزه شركه النقل اللي هي شركه الاتصالات يعني كانت في نطاق الحمايه المنصوص عليها بالتعديل الرابع للدستور الامريكي. ووجهه المحكمه العليا الامريكيه كان في سؤال مطروح قدام المحكمه العليا للولايات المتحده على اساس اذا كانت سلطه الضبط والتحقيق اللي زي ما احنا قلنا رجل الضبط الشرطه يعني كان بتملك اجراء التفتيش وفقا للضوابط اللي نص عليها التعديل الرابع للدستور الامريكي. وزي ما احنا قلنا كان بيتم الاطلاع على سجلات الهاتف المحمول اللي هي موجوده للاحداث السابقه في سجلات شركه الاتصالات، واللي بتقدم السجلات ديت على اساس ان هي محدده باليوم والتاريخ والساعه والدقيقه لكافه تحركات الشخص السابقه زي ما احنا قلنا بيتم احتفاظ شركه الهاتف المحمول لمده يعني سنتين يعني في القضاء الامريكي كان نص على من ست شهور لسنتين على عكس القضاء المصري اللي تم صدور القانون 175/2018 النص على يجب على شركه الاتصالات الاحتفاظ بالسجلات لمده 180 يوم يعني ست شهور يعني. وان المحكمه كانت يعني المحكمه العليا الامريكيه كانت انتقدت حكم محكمه الاستئناف وكانت اسست الحكم بتاعها على عده حجج او حجتين اساسيتين بمعنى اصح يعني. زي ما احنا شفنا كده مدى تطبيق التعديل الرابع للدستور الامريكي على المعلومات المتعلقه بمكان تواجد الهواتف المحمول، ومدى تشابه الحصول على معلومات اماكن مواقع الهاتف مع وضع جهاز تتبع في سياره شخص معين يعني. تمام؟ ونبدا نتكلم بقى عن الحجه الاولانيه اللي هي مدى تطبيق التعديل الرابع للدستور الامريكي على المعلومات المتعلقه بمكان تواجد هاتف المتهم. المحكمه قالت ان التعديل الرابع للدستور كان بيحمي حق الناس طبعا في ان يكونوا امنين على اشخاصهم ومنازلهم واوراقهم ومقتنياتهم من التفتيش والضبط غير المبررين. ونحط خط تحت بقى غير المبررين دي، تمام؟ والغرض الاساسي بقى للتعديل دوت كان هو بيقر صيانه الخصوصيه والامن للاشخاص من الاعتداء التعسفي لرجال الشرطه اللي هم رجال الضبط يعني، على اساس ان التعديل الرابع كان رد على مذكرات التفتيش العامه واوامر التنفيذ اللي كانت صادره من سلطات الاحتلال البريطاني اللي كانت بتجيز لضباط البريطانيين التنقيب من سلطات الاحتلال البريطاني على اساس
ان هي كانت بتجيز للضباط البريطانيين التنقيب خلال المنازل بوصول غير محدده من اجل البحث عن دليل عن انشطه اجراميه. وكان من الناحيه التاريخيه طبعا ان التعديل الرابع ده للدستور الامريكي كان متصل بالفكره العامه السائده في القانون العام اللي هي التجاوز لحقوق الغير يعني. وخاصه حق الملكيه طبعا. تمام. والمحكمه العليا ما وافقتش بقى عند هذا القول يعني، وقالت ان التعديل الرابع يقتصر على حقوق الملكيه، ولكن بقى المحكمه العليا توسعت بقى وشملت التعديل على اساس ان التعديل الرابع بيحمل الاشخاص وليس الاماكن. وطبعا ويمتد لحمايه بعض جوانب الخصوصيه بنفس القدر طبعا، على اساس ان هذا شان خاص يعني، ويكون المجتمع على استعداد للاقرار باعتباره من المساس بالنطاق الخاص من ممثلي الدوله، ويشكل تفتيشا، وكان بيجب الحصول على مذكره تفتيش، وتكون معززه برضه بالسبب المحتمل زي ما احنا قلنا. وان المحكمه العليا الامريكيه طبعا كانت يعني تطورت المسائل الوسائل التقنيه للمراقبه فيها طبعا، على اساس ان هي تتجاوز مجرد التنقيب عن الادله طبعا. وكانت المحكمه كانت بتحافظ المحكمه على التمسك بالخصوصيه على اساس الضوابط اللي نص عليها التعديل الرابع من الدستور الامريكي، ورفضت التفسير الحرفي للدستور، ووسعت من معناه على اساس يتفق مع الغرض او الهدف المحدد منه. والمحكمه العليا الامريكيه هنا كانت اشارت الى قضيه رايلي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، على اساس ان القدره التخزينيه للبيانات والمعلومات في الهاتف المحمول كانت بتستوجب عدم جواز تفتيش الهاتف المحمول كاصل تالي للقبض، وانه يجب الحصول على مذكره قضائيه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، على اساس ضوابط اقرها الدستور طبعا. وكان حصول صوره الاتهام على سجلات المواقع المكانيه للهاتف كان بيعد تفتيش، ويتطلب مذكره تفتيش قضائيه تستند الى وجود السبب المحتمل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. والمحكمة الدستورية العليا الأمريكية برضو كانت جت لنا حجة تانية اللي هي بمدى تشابه الحصول على معلومات أماكن مواقع الهاتف مع وضع جهاز تتبع في سيارة شخص. وطبعا كان في قضية مشهورة للمتهم نوتس، على أساس إن كان المتهم ده متهم ب يعني تصنيع المواد المخدرة، وقامت الشرطة الأمريكية بالاتفاق مع بيع مادة الكلوروفورم دوت على وضع جهاز تتبع بيصدر إشارات لاسلكية، وكان متفقين مع البائع إن هو يقوم بوضع الجهاز التتبع دوت في وعاء الكلوروفورم اللي هو بيبيعه للمتهم نوتس. واللي قامت بوضعه وتتبعه وتتبع السياره يعني، على اساس ان ضباط الشرطه الامريكيه قاموا بتتبع السياره، وكانوا بيتتبعوا السياره لحين وصلت الى كوخ يعني خارج المدينه يعني. وبعد 3 ايام من المراقبه كانوا تحصلوا على مذكره تفتيش للمكان يعني، على اساس ان هم عثروا على ماده الكلوروفورم دوت، وكذلك معمل لتصنيع المواد المخدره. وبرضه كانوا وجدوا مواد كيميائيه وتركيبات لصنع عقار الامفيماتين لمخدر الامفيماتين. والمتهم كان دفع امام المحكمه برضه باستبعاد الادله المستنده الى مراقبه اشاره التتبع اللي تمت دون مذكره من القضاء. والمحكمه كانت رفضت الدفع دوت، ويعني قضت بادانه المتهم، وطعن المتهم بالاستئناف، ومحكمه الاستئناف طبعا كانت الغت الحكم دوت، على اساس ان وضع جهاز تتبع في سياره متهم دون مذكره قضائيه يخالف التعديل الرابع للدستور. وان المحكمه العليا بقى كانت قضت بان وضع مثل الجهاز التتبع لا ينطوي على مساس بالخصوصيه للمتهم، ولا ينطوي على تفتيش او ضبط اللي نص عليهم الدستور التعديل الرابع للدستور الامريكي. والمحكمة قالت إن جهاز المراقبة بالإشارات الصوتية المسبب في سيارة المتهم على أساس إن هي تسير في طريق عام يعني وفي الطرق السريعة ما ينالش من الخصوصية، ولا يتوقع مساس وضع هذا الجهاز بالخصوصية، وإن مسكن الشخص يكون متوقع فيه ذلك إن هو يمس الخصوصية يعني، على أساس إنه لا يجوز أن تمتد المراقبة ولو البصرية إلى الأماكن العامة إلى داخل المكان اللي هو تم ضبط المتهم فيه اللي هو الكوخ دوت اللي هو خارج المدينة. وطبعا يعني التعديل الرابع ما كانش يوجد فيه ما يحصل على الشرطه تعزيز قدراتها استخدام الوسائل التقنيه الحديثه يعني اللي هي موجوده، اللي هي استخدام الجهاز التتبع اللي هو وضع في وعاء كلوروفورم يعني.
والمحكمة العليا كانت قالت في قضية كربنتر طبعا لما اتعرض عليها المبدأ اللي هو استبعاد الأدلة المستندة إلى مراقبة الإشارة طبعا، وفي نفس الوقت كان قضية نص، ولكنها بقى كانت المحكمة العليا استبعدت تطبيق المبدأ دوت في قضية كربنتر على الإجراء على أساس إن الشرطة تحصلت على سجلات معلومات عن أماكن تواجد الهاتف المحمول ذات نفسه، على اساس ان كانت المركبه او السياره الخاصه دي كانت تسير بالطريق العام، وكان ما يعني ما يمسش الخصوصيه بالمتهم نطس. تمام. والمحكمه العليا في قضيه نطس طبعا كانت وضعت يعني خط فاصل بين الوسائل البدائيه في التتبع زي ما احنا قلنا، دي الوسائل العاديه زي اجهزه الاشارات الصوتيه، وبين غيرها من الوسائل الالكترونيه اللي هي بتشمل الرقابه والتتبع عن طريق استخدام وسائل التتبع الحديثه زي الاستخدام بالاشارات اللي هي بتنبعث من جهاز اثناء رحله محدده للسياره زي ما احنا قلنا، اللي هو تم وضعه في الوعاء كلوروفورم للمتهم اللي تم القبض عليه بعد كده في وتم التحفظ على المواد المخدره. وبناء عليه بقى تطور بقى احكام القضاء الامريكي في شان بقى اجراء التتبع. وكانت المحكمه العليا استحدثت بقى بعض الاحكام المهمه في التتبع على اساس ان قضيه نص ديت، كان في قضيه ثانيه بتاعت جونز برضو، كان رجال المباحث الفدراليه برضو كانوا يعني قاموا بتركيب جهاز تتبع للمواقع الجغرافيه اللي هو جي بي اس زي ما احنا عارفين اللي هو موجود في الهاتف المحمول في سياره المتهم جونز طبعا، على اساس يعني لفتره اطول من اكثر من شهر يعني بيراقبوا فيها تحركات السياره للمتهم جونز طبعا. وكان طبعا ذلك بالمخالفه للاذن القضائي، يعني ما كانش في اذن قضائي، او الاذن القضائي كان صدر لمده 10 ايام في دائره المقاطعه، ولكن طبعا ده كان تجاوز المراقبه تجاوزت الاكثر من 10 ايام في دائره المقاطعه يعني. وكان ده طبعا ان المتهم جونز طبعا كان ادين بتهمه الاتجار في المواد المخدره، والمحكمه اول درجه كانت استبعدت البيانات المتحصله عليها من جهاز تحديد المواقع الجغرافيه اللي هو الجي بي اس طبعا في المده اللي كانت السياره متوقفه امام محل اقامه المتهم. والمحكمة قضت بالإدانة وطعن المتهم في الحكم دوت، ومحكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة وأسست حكمها على أساس قبول دليل كان مستمد من تركيب جهاز اللي هو المواقع الجغرافي الجي بي اس، ده كان بيخالف التعديل الرابع للدستور. ولما تعرضت المحكمة على القضية على المحكمة العليا أيدت حكم محكمة الاستئناف على أساس إن تثبيت جهاز تحديد المواقع الجغرافي اللي هو الجي بي اس بسيارة المتهم هو امر يدخل في مدلول التفتيش على اساس ان هو يتطلب الحصول على مذكره تفتيش زي ما احنا قلنا، ولابد ان المذكره تكون معززه بسبب محتمل قابل اجراء التفتيش. والمحكمه المحكمه العليا كانت استخلصت برضو ان نظام تتبع المواقع اللي هو الجي بي اس يعني على اساس ان ده اجراء من اجراءات التحقيق ان هو بيقوم بمراقبه تحركات الشخص بسيارته، وده كان لمده طويله طبعا على اساس ده بيمس بالحق في الخصوصيه، وكان ده طبعا على اساس حمايه الحريه الشخصيه للناس عامه يعني. وان المحكمه كانت بقى وضعت لنا حد فاصل بقى على اساس بقى الحد الفاصل بين حدود الفاصله بين ما يحتفظ به الشخص نفسه وما يشاركه غيره، دي كانت نظريه الطرف الثالث في قضيه كاربنتر اللي كانت اثارت تساؤل عن الحدود الفاصله بين المعلومات اللي بيحتفظ بها الشخص نفسه زي ما احنا قلنا او يقدر يشاركها مع غيره عن طريق شركات الاتصال، وتلك التي يمكن ان يشارك غيره فيها اللي هي شركات الاتصالات يعني اللي هي شركه الهاتف المحمول يعني. كان في عندنا قاعده مستقره ان المعلومات اللي هي مسلمه طوعيه لطرف ثالث اللي بيسلمها الشخص يعني طوعيه ما بتتعلقش بالحق في الخصوصيه، ان المبدا دوت كان المعلومات دي بيتم كشفها، كان بيفترض ان اذا قام الطرف الثالث باستخدامها يعني لاغراض محدده كنتيجه لذلك يعني على اساس ان سلطه الدوله يمكن لها ان تحصل على المعلومات دي من الشخص اللي قام بتسليمها بارادته، وكان طبعا ده بيثير الحمايه اللي هي الحمايه الشخصيه للتعديل الرابع. تمام. ولكن طبعا القضاء كان يعني كان بينظر نظره اخرى للمساله، وكان وضع لنا نظريه الطرف الثالث ديت اللي هي في قضيه مشهوره قضيه ميلر
اللي كان متهم بالتهريب الضريبي، وسلطه التحقيق كانت وجهت امر للبنوك يعني اللي بيتعامل معاها المتهم ميلر دوت بطلب الشيكات اللي هو قام بالغائها طبعا الصادره منه في الشهور السابقه على التحقيق، وطلبت من البنوك برضو القسائم الايداع والكشوف الشهريه الخاصه بالمتهم ميلر. المحكمة هنا كانت رفضت الدفع اللي قام به المتهم ميلر على أساس وجوب توافر الضوابط اللي نص عليها التعديل الرابع من أجل الحصول على السجلات، يعني على أساس طبعا إن سلطة التحقيق كانت طلبت من البنوك طبعا الكشوف والقسائم الإيداع اللي قام بها المتهم. ففي الحالة ديت المحكمة كانت رفضت على أساس المتهم مش حائز للمستندات دي، وإن السجلات الخاصة بأعمال البنك كانت خاصة بالبنك ذات نفسه يعني. والمحكمة طبعا ما اعتبرتش مضمون الشيك أو قسائم الإيداع في مدلول المراسلات السرية اللي نص عليها التعديل الرابع من الدستور يعني، على اساس طبعا دي معاملات تجاريه وان المستندات دي بتبقى موجوده تحت ايد البنك وكانت بتحصل عليها اختيارا من العميل يعني، وان المعلومات دي بتبقى موجوده تحت ايد موظف البنك على اساس ان دوت من الاعمال التجاريه الخاصه بالبنوك يعني. والتعديل الرابع ما منعش الحصول على المعلومات اللي بتكشف لطرف ثالث يعني، على اساس طبعا دي سلطات من الدوله، وان القانون طبعا كان بينظم حفظ السجلات، وان المحكمه ذات نفسها كانت خالص للاعتبارات اصدار امر الى طرف ثالث، يعني سلطه التحقيق زي ما احنا شايفين الشرطه في القضاء الامريكي اصدرت امر للبنك ب يعني تقديم الكشوف الشهريه للمتهم ميلر اللي هي تحت ايديها، وبالفعل قامت بتقديمها، وان المحكمه هنا رفضت الدفع باستبعاد الدليل المستند الى التحصل على المستندات من البنك. وفي قضيه ثانيه قضيه سميث كانت جهه التحقيق طبعا كان طلب من شركه هاتف المحمول ان هي تزودها بسجلات ارقام الهاتف الارضي، والمحكمه كانت اعتبرت الحصول على قائمه بالسجلات ارقام التليفونات يعني ما كانتش تعتبر تفتيش، على اساس ان هو يستلزم طبعا ضوابط معينه وفقا للتعديل الرابع للحصول على مذكره تفتيش يعني، وان المحكمه كانت طلبت سجلات الهواتف والمكالمات ده ما يعتبرش طبعا تعدي على الخصوصيه للاشخاص يعني. تمام، المحكمه اعتبرت بقى ان شركه الهاتف المحمول اللي قامت بتسليم السجلات بارقام الهواتف ده يعني كشف للمعلومات المخزنه في اجهزه شركه المحمول، ده امر عادي يعني، على اساس ان المتهم بيفترض ان هو عارف ان المعلومات دي ممكن ان شركه المحمول تقوم بتقديمها الى جهاز التحقيق اللي هي الشرطه. المحكمه العليا كانت جابت لنا باسباب قضيه كاربنتر بقى المشهوره وقضيه ميلر وقضيه سميث اللي احنا قلنا عنها ديت، بعض المبادئ في القضيتين طبعا بتختلف في حاله طلب البيانات الرقميه اللي هي متعلقه بالاماكن اللي بيتواجد بها الشخص نفسه مشتبه بيه او محل التحقيق اللي هي بتكون موجوده او محفوظه لدى طرف ثالث. وقلنا كان في عندنا بعض الصوابق القضائيه، وكانت بعض الصوابق كانت بتقوم على اعتبارين مختلفين، على اساس الاعتبار الاول هو توقع توافر الخصوصيه للشخص على الموقع الجغرافي اللي هو جي بي اس، وكانت الاعتبار الثاني كان بيتعلق بمدى توقع الشخص توافر الخصوصيه للمعلومات اللي بيقوم بتسليمها لطرف ثالث، على اساس ان الطرف الثالث ممكن يكون بتسليمها للسلطه العامه للدوله يعني. وزي ما احنا شايفين تتبع حركات الشخص ذات نفسها من خلال استخراج المعلومات المسجله عن تحركات الشخص ذات نفسه، على اساس ان هو بيقوم بحياز هاتف محمول من خلال طبعا اللي هي الاجهزه والبرامج اللي هي بتحتوي على نظام المواقع الجغرافي اللي هو الجي بي اس، وبيتم تجميعها في غير جهد يعني. وعندنا طبعا اغلب المحاكم كانت بتقر طبعا حق الشخص في خصوصيه المعلومات وعن الاماكن اللي بيرتادها ويقوم بزيارتها يعني، وبتقوم بحوزه الطرف ده. ولكن بقى ان السماح للسلطات العامه بالتنقيب في اجهزه الهاتف ده كان امر بينال من خصوصيه الناس جميعا طبعا، على اساس ان دي من الحقوق اللصيقه بالانسان، وان السجلات المحفوظه للهاتف ديت اللي موجوده في شركات الهاتف المحمول بتحتوي على تحركات الشخص نفسها، وده بيعتبر يعني مخالفه للدستور وبيمس الخصوصيه، على اساس ان نظام المراقبه بنظام المواقع الجغرافي اللي هو الجي بي اس طبعا ان السجلات ديت
بتقدم للسلطات العامه على اساس بتقوم بمراقبه يعني تامه للشخص ومعرفه اماكن ارتياده لبعض الاماكن وبعض المكالمات سواء عن طريق الاتصال او لاستقبال بعض المكالمات او الرسائل الوارده من باقي الاشخاص يعني. وطبعا كانت بتسمح للاماكن كانت بتسمح للشركات اللي هي الاتصالات يعني الاحتفاظ بالسجلات ديت لمده يعني 5 سنوات على اساس انها شركات ناقله للخدمات اللي بتقدمها شركات الاتصالات اللي هي شركات الهاتف المحمول يعني. وزي ما احنا عارفين ان نظام تحديد المواقع اللي هو الجي بي اس طبعا يمكن معرفه الاماكن اللي تم ارتيادها الشخص وبتكون يعني عن طريق معرفه الوقت تحديدا الاماكن اللي قام بارتيادها الشخص الحامل للهاتف المحمول. وده طبعا زي ما احنا عارفين كان بيمس صميم الحياه الخاصه للشخص سواء كان مشتبه بيه او غير مشتبه بيه. وطبعا معرفه تحركات الشخص طبعا ويمكن من خلالها ان انا اعرف برضو يعني بعض الاتجاهات السياسيه والمهنيه او الاتجاهات الدينيه او بعض المشاركات العائليه لافراد اسرته من خلال تتبع الهاتف المحمول زي ما احنا قلنا من خلال الشركات الناقله اللي بتقدم الخدمه للهاتف المحمول. واخر نقطه طبعا نتكلم عنها التتبع بالتصوير الحراري للمنازل بيتطلب امرا قضائيا وفقا للتعديل الرابع من الدستور الامريكي. كان في عندنا قضيه مشهوره اسمها قضيه كايلو. كايلو دوت كان رجال الشرطه اشتبهوا فيه يعني كان مشتبه بيه ان هو بيزرع المخدرات في بيته والبيت ده كان مكون من 3 طوابق وكانت الشرطه استخدمت جهاز للتصوير الحراري عن طريق الاقمار الصناعيه يعني. ويعني الجهاز دوت كان اثبت وقدم دليل على اساس ان المتهم فعلا بيستخدم قدر معين من الحراره عن طريق المصابيح العاليه الاضاءه وبيتمكن من يعني النبات المرجوان المخدر دوت اللي هو البانجو يعني من زراعته داخل المنزل وبيقوم بالاتجار فيه بعد ذلك يعني. اصفرت التحريات و الفحص يعني الخاصه بالجهاز ذات نفسه على ان الجهاز ده بيحتوي على اشعاع حراري بمكان معين وكان خاص بسطح الجراج بالمتهم كايلو وده كان موجود جنب منزل المتهم على اساس ان هو قريب من المنزل. ورجال الشرطه طبعا لما عرفوا ان هو قريب من منزل المتهم قاموا باستصدار امر بتفتيش المنزل من قاضي فدرالي زي ما احنا قلنا على اساس ان الاوامر الخاصه بالتفتيش دي لابد انها تصدر بمذكره تفتيش من قاضي. والتفتيش كان يعني اسفر عن عثور برضه على بعض جذور المرجوانة. ولما اتعرضت قضية على المحكمة محكمة الموضوع كانت رفضت دفاع المتهم باستبعاد الدليل المتحصل عليه من منزله. وطبعا يعني بعد كده اتأيد الحكم من محكمة الاستئناف وتعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا اللي قضت أن استخدام الشرطة للتصوير الحراري للكشف عن الحرارة التي تصدر من جانب منزل المتهم يعد تفتيشا يستوجب الحصول على مذكره قضائيه وفقا لما نص عليه التدوير الرابع من الدستور الامريكي. ورفضت المحكمه التفسير الحرفي لنص الدستور الامريكي ووسعت من معناه الحقيقي ليتفق مع الهدف منه. واعتبرت المحكمه ان استخدام التصوير الحراري لقياس درجه الحراره هي المنبعثه من منزل المتهم يعد تفتيشا ويتطلب توافر الضوابط النص عليها التعديل الرابع من الدستور وفقا للضوابط اللي نص عليها المشرع الامريكي. ونتوقف عند الجزء الخاص بتتبع الهاتف تتبع الهاتف المحمول في القضاء الامريكي ونرجو التحدث عن تتبع الاجهزه الرقميه في القانون الالماني للجزء الثاني من هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.